الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي لا يحمد على مكروه سواه. الحمد لله المتفرد بالبقاء الذي حكم على جميع خلقه بالانتقال عن دار الفناء. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره في السراء والضراء، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإننا ننعي إلى العالم الإسلامي مفتي الهند العلامة الشيخ محمد أختر رضا خان البريلوي: بكت المعارف والرسوم فقيدنا، أواه لو كان البكاء يفيدنا، رزء أصاب المسلمين فصدع الأكباد منا واستطار قلوبنا. رحل إلى الله، ألا رحمك الله يا سيد الشيخ، وأسبل عليك سحائب الرحمة والرضوان. غادرنا وهو يذكر الموت لأنه موعد للقائه مع الأحبة سيدنا محمد وصحبه. والمحب لا ينسى أبدا موعد لقاء الحبيب. يقول عليه الصلاة والسلام: تحفة المؤمن الموت. وإنما قال ذلك لأن الدنيا سجن المؤمن. ويقول: الموت كفارة لكل مسلم. يقول سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه: إذا ذكرت الموتى فعد نفسك كأحدهم.